مشاهدينا نحييكم من محافظة الأقصر وحلقة جديدة من برنامج مدينة المئة باب. النهاردة من داخل محافظة الأقصر زي ما قلنا وتحديدا بالبر الغربي معنا ضيفنا مهندس أسعد مصطفى مسؤول جهاز التعمير بالمحافظة. بنرحب بسيادتك يا باشمهندس. أهلا بك يا فندم. أهلا بك بالمشاهدين. مهندس أسعد، يمكن طبعا محافظة الأقصر بتشهد يعني العديد من المشروعات في الفترة الأخيرة من خلال جهاز التعمير، جهاز التعمير. عايزين نتعرف من حضرتك على يعني أعمال جهاز التعمير الفترة الأخيرة في محافظة الأقصر وإيه الإنجازات اللي عملها. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مشروعات جهاز التعمير في الأقصر مشروعات ملموسة ومحسوسة في الفترة اللي فاتت. الأكبر فيها والأضخم طبعا مشروعات حياة كريمة في مراكز أرمنت، في مركزي أرمنت وإسنا، وده طبعا شغل جهاز تعمير في القرى أرمنت وإسنا، 9 قرى في إسنا وفي 4 قرى في أرمنت. كل المشروعات الخاصة بجهاز التعمير هي عبارة عن طبعا جهاز تعمير بقيادة السيد اللواء محمود نصار قائد كتيبة التطوير في جهاز التعمير، والمهندس حسني منصور جهاز تعمير البحر الأحمر، يعني هو جهاز تعمير الجهاز المركزي للتعمير جهاز تعمير البحر الأحمر بقيادة المهندس حسني منصور. طبعا المشروعات الأكبر زي ما قلت لحضرتك المشروعات حياة كريمة، في مجمعات خدمية، في 13 مجمع خدمي، في مشروعات مراكز زراعة، المراكز مجمعات زراعية، وفي كباري. طبعا يعني المشروعات دي مشروعات كبيرة وضخمة، في مشروعات كهرباء، في مشروعات كبيرة. هنا بالنسبة لمدينة الأقصر في عندنا مشروعات تطوير سيادة المحافظ المستشار مصطفى ألهم صاحب الفكر العالي والرؤية الصائبة، عينه دايما على كل حاجة، كان أبدأ توجيهاته سيادته إن هو يطور المواقف والأسواق، وده بعد كده جاء تكليف رئاسي بتطوير كل المواقف والأسواق اللي موجودة على مستوى الجمهورية. تم تطوير المواقف احنا عندنا هنا بالنسبة لمدينة الأقصر، هو طبعا في تطوير مواقف وأسواق ووحدات إطفاء في حياة كريمة في مستوى على مستوى القرى يعني، انما هنا بالنسبة لمدينة الأقصر احنا عندنا كان موقفين شرق السكة، المواقف الضواحي، وعندنا سوق وموقف وموقف لا ضواحي ومراكز. الموقف الثاني اللي هو الموقف الجبلي ويسميه موقف البياضية، ده بتطوره طورته الهيئة الهندسية، وجهاز التعمير عمل منظومة حماية ومنظومة كاميرات ليه. بالنسبة للمشروعين اللي شرق السكة لمشروع مشروعات تطوير المواقف، احنا كنا عملنا تطوير شامل للمواقف برجولات بحمامات بأرضيات بوحدات إضاءة وحدات كاميرات ووحدات مراقبة،
الموقف كان حالته سيئه جدا. التطوير برضو بشكل حديث، كاميرات وحاجات حديثة. طبعا طبعا هتشوفي حضرتك الصور وتشوفي الموقف، الموقفين كانوا قبل التطوير وبعد التطوير فرق كبير طبعا بين الاثنين. يعني في جينا للسوق، السوق شرق السكه، السوق ده كبير مساحته حوالي 4000 متر. السوق ده كان سوق عشوائي، ما كانش ليه هويه، كان كل الواحد بيفرش في اي مكان. المزلقان تقريبا اللي شرقي، اللي في ظهر السكه الحديد. أيوة. اسمه سوق شرق السكه، سوق الخضار. السوق ده كانت مساحته برضه سياده المحافظ ابدا اصدر تعليمات وتوجيهاته لينا كجهاز تعمير، واحنا بدانا نشتغل فيه ونطوره. السوق النهارده اتسكن بالكامل، اتسكن بالكامل، وهيتفتح ان شاء الله خلال ساعات بفضل الله. سيادة المحافظ المستشار مصطفى قلم هيعمل له افتتاح ان شاء الله، والناس هتدخل فيه. بيكات على اعلى مستوى، بيكات حضاريه، بيكات ما فيش واحد هيفرش في شارع، ما فيش واحد هيدخل في طرقه، كل واحد ملتزم بالباكيه بتاعته. في حوالي 180 باكيه، البواكي دي كلها معموله بالرخام والجرانيت والسيراميك، ومعمول دورات ميه على اعلى مستوى، معمول مكان لشرطة المرافق، معمول مكان للإدارات، إدارات المواقف، وكمان استكمال للمنظومة. احنا دخلنا بنطور السوق الحضري. السوق الحضري سوق مهمل من زمان، من يوم ما اتعمل من 2008 تقريبا أو 2007. السوق ده مهمل تماما، مهدر. سيادة المحافظ أدى توجيهاته إن احنا نعمل تطوير ليه على غرار السوق شرق السكة. سوق خضار وسمك، يعني في اسماك ولحوم، بالاضافه لان سيادته برضه في فكره كده ان احنا ان شاء الله في السوق ده، في السوق الحضري، هنعمل براند كده لشركه كبيره. ممكن هنعمل زي مجمع او مكان معرض علامات تجاريه، مكان مجمع كبير هيبقى فيه خدمات ميسره او باسعار مخفضه للمواطنين من خلال هذا المكان، في جوه المكان يعني. ده طبعا كل مساحته، طبعا السوق الحضري مساحه كبيره برضو، في حوالي يمكن اكتر من 100 محل، هو عباره عن محلات، واحنا عملنا محلات وبواكي. طبعا بعد كده هنشوف حاجه غير اللي كان الاول، اللي احنا كان سياده المحافظ بيحاول يشغل السوق ده باي شكل، انما كان العوائق اللي كانت فيه كانت معرقله بصراحه ان الناس تدخل فيه. دلوقتي هيبقى حاجه حضاريه، حاجه محترمه، هيخدم ناس لوكسور مؤكد يعني. كل الناس هيغنوا بلادي وحتعيش مصر، انا فرحان دايما ببلادي ولاد مصر. كل الناس هيغنوا بلادي حتعيش مصر، أنا فرحان دايما ببلادي ولاد مصر. مصر الأم اللي تسميني، تاخد بإيدي تعديني. مصر الأم اللي تسميني، تاخد بإيدي تعديني. اسمها هو اللي بيشفيني، والدوا مصر المحروسة غالية علي. نيلها بيرقص جوا عني، طيبة ناسها والحنية اسمها مصر. احنا شايفين ما شاء الله معد بشكل مبهر فعلا. كل المواقف والأسواق الموجودة في مدينة لوكسور اتطورت وأصبحت حاجة تليق بمدينة لوكسور وبمستوى لوكسور ومدينة لوكسور السياحية إن شاء الله. مهندس أسعد، يعني بما أن حضرتك مسؤول على الحاجات دي كلها، يعني نبذة كده إزاي نحافظ على هذا التطوير قبل ما ندخل في موضوع تاني؟ إحنا بنطور وبنحدث وبشكل حديث، إزاي نحافظ على التطوير وعلى الحاجات الجميلة؟ هو طبعا الـ 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 الأروع من الإنشاء المحافظة على المنشأ. طبعا. واحنا دايما كده اتعلمنا يعني ان الصيانة المفترض ان هي تبقى عامل اساسي ومكمل للشغل اللي بيتعمل. بالاضافة للصيانة، انت حضرتك برضو طرقتي احنا نحافظ على ده ازاي. انا بعتقد اني او باجزم ان
ان ده شقين، شق للمواطن وشق للمستخدم او المؤجر للمكان. والمواطن طبعا احنا السوق الحضري ده حاجه محترمه. انا مش عايز مواطن يروح ياخد بقايا الخضار ويرميها في الارض. البائع نفسه برضو المفترض ان ليه اماكن ان هو يحط فيه الحاجات دي ويدخل. احنا النهارده زمان كان او قبل كده او اللي دلوقتي موجود قبل ما يدخلوا السوق، كانت الست بتعاني، ستاتنا بتعاني في ان هي تدخل تشتري حاجه من السوق. النهارده لا، مش هتعاني، هتوقف باحترام وبادب وبذوق وتاخد الحاجه بتاعتها وتطلع من غير ما حد يضايقها، من غير ما حد يقرب ناحيتها. الشوارع فاضيه، الطرقات كلها فاضيه، مفيش حد. في يعني مجموعه مكونه من جهاز التعمير مسؤوله على الحاجات دي، متواجده يوميا في المواقع؟ لا، جهاز تعمير بيعمل الشغل وبيسلمه للمحافظه، والمحافظه بتديره بتديره من خلال ادارات، في اداره عامه للاسواق وفي إدارة علم للمواقف. كل دول تحت إدارة المحافظة، والسيد المحافظ طبعا متابع جيد لكل الإدارات دي يوم بيوم وساعة بساعة، وكل ده بيبقى أندر كنترول يعني. انشاء المكان يعني الموقع اللي احنا فيه ده، يمكن عايز اقول لمشاهدينا ان احنا بالبر الغربي، موقع كورنيش البر الغربي. كورنيش البر الغربي ده حاجة طبعا حديثة جدا. كورنيش البر الغربي دي كانت برضو احدى المشروعات اللي سيادة المحافظ كان من اول ما جه الاقصر كان بيعدي الغرب هنا وعدي على المعدية بتاعت الاهالي، فبيلاقي المكان الحلو اللي انت شايفاه حضرتك ده مكان مهمل، مكان السياح بيعدوا فيه مش بيلاقي خدمات فيه، مش بيلاقي دورة مية، مش بيلاقي بازار، مش بيلاقي. نوضح للمشاهد ان المكان هنا اللي هو قصاد المعدية على طول، قصاد المعدية وقصاد معبد الاقصر. يعني احنا المكان اللي اختياره لما جينا نختاره سيادة المحافظ مع اللواء محمود نصار مع المهندس حسني والاستشاري، كان اختاروا المكان. طبعا في عوامل في اختيار المكان، من ضمنها ان هو بيرد على المعبد الاقصر، يعني المعدية بتيجي من الشرق او المعديات بتيجي من الشرق للغرب في نفس الاتجاه ومقابل المعبد الاقصر. يعني اللي عايز من اهالينا من البر الشرقي يجي للكورنيش البر الغربي مش هيتكلف مثلا مركب، لا معديه، معديه الاهالي، وهينزل الاهالي ينزل من الشرق على الغرب على طول. غير موفق في الحته دي اكيد اكيد اكيد. غير كده البر الغربي كان برضو محروم من 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 مكان الناس ترفه فيه، مكان الناس تمشي فيه، تتحرك فيه، تقضي وقت ظريف وكويس فيه ان شاء الله. المكان طبعا زي ما شفت حضرتك كده، شرح تفصيلي بقى للمكان. الـ 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 الكورنيش البر الغربي في ثلاث اجزاء، الجزء البحري وهو الجزء ده اللي فيه البرجولات اللي شايفاها حضرتك والممشى والكراسي دي، المقاعد دي اللي هتتحط مع البرجولات وهتتحط على طول الكورنيش عشان الواحد يقعد كده والنيل قدامه ومنظر لوكسور اللي انت شايفاه حضرتك ده اللي مشاهدين ما شاء الله المنظر نيل لوحده يكفي ان احنا الواحد يجي يقعد هنا دقيقتين خلاص كده النفسيه بترتاح. مؤكد طبعا. المسطح ده حوالي 8000 متر تقريبا، بيشمل الممشى والمقاعد والاعداد دي، بالاضافه للزراعات هنا. يعني عندي مجموعه زراعات، الاحواض الزراعات دي هتبقى زراعات ان شاء الله خلال فتره وجيزه، يعني هتلاقيها خلصت. بالاضافه للبازارات، انا عندي 11 بازار هنا، السائح هيجي هيلاقي كل حاجته هنا في البازارات دي. عندي كمان انا مسرح مكشوف. أحلم بالدنيا اللي مفيش فيها كره وغير.
الشمس بتطلع فيها تنور قلب الكل. الحب يكون هو لغتها والناس تستمتع بحياتها، والخير يزيد ويفيض ويغطي حدود الأرض. المستقبل يشوفه القدام، الحلم بيلمع بعيونهم مو فرقة للونهم ولا دينهم، بس قابلين كل اختلافاتهم عايشين مع بعض. حاجة اكسترا بقى زيادة عن الكورنيش البر الشرقي، ده مختلف عن البر الشرقي، ان ده في مسرح. المسرح ده ممكن الواحد فيه، انا اعتقد يعني ان معظم البر الشرقي هيجي يقعد نص ساعه هنا في البر في على المسرح ده ويستمتع. المسرح دي جت ازاي؟ يعني انا شايفها فكره فعلا بره الصندوق، حاجه روعه. والله هي ما كانتش في المشروع في البدايه، لكن بالمتابعه واحنا محتاجين ايه ومحتاجين عشان نخلي المكان ده تزيد قيمته وتزيد اهميته ويبقى على مستوى راقي وعالي ومش موجود في اي حته. على فكره المكان ده انا اعتقد يعني ان هو مش موجود في العالم. البر الغربي، النيل، المعابد الاقصر، امكانيات مش موجوده فعلا في اي مكان. المكان اللوكيشن ده مش موجود في اي مكان تاني. المسرح ده كان فكره زي ما قلت حضرتك، كانت فكره خارج الصندوق، وكانت جت لما بدانا في المشروع قلنا ما نعملش ليه، يعني هو سيادة محافظ قال ما نعملش ليه. بس عايزه معلش اقطع كلامك واقول للمشاهدين، الناس نازله اهو من البر، من المعديه، من المعديه، يعني الناس هتنزل على طول على الكورنيش. طبعا مؤكد يعني زي ما احنا شايفين الناس دي نازله من المعديه على الكورنيش. موقع متميز، هنلاقي الاعداد بتزيد شويه عشان هنلاقي ناس الشرق معظمهم هيروحوا ويجوا يتريضوا هنا ويقضوا وقت ظريف هنا ان شاء الله بفضل الله تعالى. يعني فكره المسرح، المسرح فكرته طبعا مسرح ممكن تعمل عليه فعاليات ثقافيه، فعاليات فنيه. تحيا مصر. هيبقى الناس تقعد تقضي وقت ظريف فيه. المعابد، معبد الاقصر حضرتك قدامه في وشه على طول، النيل اعتقد مفيش احلى من كده. يعني فكره المسرح جت يعني بعدين، كانت في بدايه المشروع ما كانتش مطروحه، لكن مع الـ 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 الشغال سياده المحافظ بان عايز يطلع بالمكان ده يخليه على اعلى مستوى ومكان مميز، فجت فكره المسرح وبقى حاجه ممتازه. نستخدمه في ايه يا باشمهندس؟ المسرح ممكن نعمل عليه فعاليات ثقافيه، فعاليات فنيه، مواطن يقعد عليه عادي، يعني هيجي ويقعد يجيب ولاده. احنا برضو في الفعاليات يبقى حلو، يعني على النيل، مسرح على النيل. طبعا مفيش مسرح، مفيش مسرح، انا اعتقد مفيش مسرح في الجمهوريه مسرح مكشوف وعلى النيل. اعتقد معرفش فيه في اسوان في حاجه زي كده ولا لا، بس هو المسرح ده مش موجود منه، يعني مش هيبقى فيه زي هتميز الاقصر. مؤكد. الجزء ده مكوناته، في منظومه حريق طبعا معموله، في خزانات، في الموقف اللي بعد اللي في الظهر ده احنا بنطوره برضو في اطار منظومه، في موقف في ظهر مركز الشباب ده احنا برضو بنطوره جهاز تعمير مع المشروع. وانت ماشي في مصر سليم، علي رباه وعلي علم، واللي كبر واللي عقل واللي هاوت واللي فاهم. وانت ماشي في مصر سلم، علي رباه وعلي علم، واللي كبر واللي عقل واللي هاوت واللي فهم. عالتاريخ اللي بيكتب اسمها في كتابه حاضر، علي بتربي ابنها من صغر ويكبر التاريخ اللي بيكتب اسمها في كتابه.
وحاضر علي بتربي ابنها من صغر ويكبر يبقى راجل عالبناء والبنائين والخضار والفلاحين والإيدين الشقيانين لف بعيونك وشاور انزل امشي في الشوارع زور كنيسة ودير وجامع اللي شاف غير اللي سامع مصر ساحر مالوش آخر عالبناء والبنائين والخضار والفلاحين والإيدين الشقيانين لف بعيونك وشاور انزل امشي في الشوارع صور كنيسة ودير وجامع اللي شاف مشاهدينا اهلا بيكم وفقره دعوه الى الحياه. كلية العلوم بمحافظة الأقصر. دكتور يمكن طبعا زي ما بنقول ان كلية العلوم وليدة لسه جديدة، فالعمل داخل الكلية هيبقى اكيد مختلف، يعني كلمنا عن طبيعة العمل داخل. في البداية بعد ما احب اقدم كل الشكر للأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر على الدعم المتواصل طبعا لافتتاح كلية العلوم، وأستاذنا الأستاذ الدكتور محمود النوبي عميد كلية العلوم. طبعا كلية العلوم على الرغم زي ما حضرتك قلت هي كلية وليدة، لكن احنا شايفين انها جات متأخر، لان هي مفروض تبقى من اولى الكليات اللي بتأسس الجامعة، لان هي كلية خدمية في الاصل بتخدم كل المجالات الطبية والهندسية وكل الكليات. يعني احنا كلية الصيدلة، كلية العلاج الطبيعي، كلية الهندسة، كل الكليات دي محتاجة الأساس العلمي لكلية العلوم. الفضل يرجع للمولى عز وجل انه اختارنا نبقى من مؤسسين الكلية، وده من دي مميزات طبعا ان احنا بنبدأ ننقل خبراتنا، ان احنا كل انا والزملاء اللي جايين من جامعات تاني شفنا طبعا زي علوم جنا كانت بتشتغل ازاي. انا خريج علوم جنا وماجستير علوم جنا ودكتوراه علوم جنا، وخلال رحلة الماجستير والدكتوراه أكيد احتكيت بجامعات تانية وشفنا الجامعات. من أبناء الأقصر؟ أنا من أبناء محافظة جنا، لكن أقرب ما يكون للأقصر يعني. فدي هتتيح لنا الفرصة إن احنا ننقل خبراتنا اللي احنا شفناها في الجامعات. حضرتك يا دكتور ذكرت في كلامك ان كلية علوم اهميتها برضو ان هي بتخدم على الكليات الاخرى، الكليات العملية او العلمية الاخرى، عايزين يعني نفهم. هي كلية العلوم بتخدم كل الكليات اللي بتدرس الناحية العلمية. لو احنا بصينا مثلا على كلية زي كلية التربية، على الرغم ان هي تدريسية يعني الطالب معد انه يدرس المادة العلمية، هنلاقي الطالب بيتعلم أساسيات العلوم في كلية العلوم، وخاصة المواد العلمية زي الفيزياء والكيمياء والبيولوجي. لو بصينا على كلية زي كلية الهندسة، على الرغم ان هي تطبيقية
بتلمس سوق العمل في الابليكيشنز، هنلاقي اساس التطبيق اللي عامله بتاع كلية الهندسة لازم يكون درس المادة العلمية المبني عليها التطبيق او الفكرة العملية اللي هو شغال عليها في كلية العلوم. انا بتكلم على مجالي انا كعلوم فيزياء، مادة الفيزياء بتدرس لكلية الهندسة، لكلية الصيدلة، لكلية التربية بمعظم الاقسام العلمية، كل واحد في مجال. كنا معكم وحلقة مميزة من برنامج مدينة المئة باب محافظة الأقصر، إلى اللقاء في حلقات أخرى إن شاء الله.